وعايز كمان نرحب بضيفنا العزيز عبر الهاتف الكاتب الكبير والناقد الفني الكبير الاستاذ اشرف غريب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فضيلتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير يا فندم. استاذ اشرف، شفت مسلسل الاختيار ازاي؟ او تحديدا ازاي شفت انعكاس صورة الأخوان في مسلسل الاختيار وما حدث على أرض الواقع بالتحديد؟ يعني الانطباع الأولاني ان احنا بنتفرج على عمل توثيقي، ودايما الوثيقة لا تقبل الشك أو التأويل. يعني الوثيقة في حد ذاتها دليل دامغ على صحة موقف من يظهر هذه الوثيقة، وبالتالي مساحة الاجتهاد، مساحة الافتئات، مساحة المزايدة، مساحة الشك، مساحة التأويل غير موجودة بالمرة في عمل توثيقي. وبالتالي كل كلمة، كل معلومة، كل موقف، كل حدث تم ذكره في مسلسل الاختيار 3 هو قائم على وثيقة يقدر الناس يتحققوا من صحتها. وبالتالي هذا العمل في تصوري هو واحد من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري كله. يعني أنا في ظني أنه ده أول عمل قائم على فكرة التوثيق. يعني ممكن يكون في مسلسلات تانية كان فيها بعض الجوانب التوثيقية أو وثيقة أو، لكن عمل يبقى هو البنى بتاعه قائم على ده، ده كان مسألة في غاية الأهمية وكمان في غاية الخطورة لو ما كانش منتبه لها كاتبها هاني سرحان وكل الجهة القائمة على إنتاج مسلسل زي ده. لأنه إحنا في نفس الوقت اللي بنتفرج على عمل قائم على الوثيقة بنتفرج على عمل ممتع، يعني في عناصره الممتعة من حيث البناء، من حيث السرد، من حيث الأداء، من حيث الإخراج، من حيث الإضاءة. اتفرج على عمل متكامل ما فيهوش جفاف التعامل التقليدي مع الوثيقة، وبالتالي العمل وصل للجمهور بشكل بسيط جدا، وأظن أنه هو عمل فارق في تاريخ الدراما التلفزيونية زي ما كنت بقول لك. طب أستاذ أشرف، هل تعتقد أنه هذه السردية في الاختيار زائد التوثيق الكامل يمكن من الجلدة للجلدة زي ما بيتقال، وبالتحديد الدقيقتين أو الثلاثة الأخار اللي هم بيبقوا توثيق صوت وصورة في هذا المسلسل وفي كل حلقة، يؤدي إلى أنه الجماعة قد تستشعر خطر ما أو تتأكد من أنك خطورة ما على صورتها أو على شكلها أمام رجالها أو شبابها أو حتى شبابها المحتملين؟ طبعا هم اكتشفوا كده. يعني حتى بعض الناس اللي كانوا من الممكن ان هم يتعاطفوا مع الجماعه سواء من جوه الجماعه او حتى من يعني الميالين لمبادئ الجماعه، خلاص كل حاجه اتكشفت. يعني ما بقى زي ما كنت لسه بقول لك، ما فيش مساحه للاجتهاد، ما فيش مساحه للمناوره، ما فيش مساحه انك انت تتجادل وتكابر في امور قدام العين. يعني انا ما وبعدين ما هو فكره التوثيق كمان بتدي يعني مش بس في المصداقيه، بتدي نوع من الحياديه، بتدي نوع من الاحاطه. انا مش بتكلم على حدث في المطلق، انا بتكلم على حدث مرتبط باشخاص. صح. والاشخاص دي موجوده، يعني معظمها احنا بنتكلم في حدث 2012 2013 يعني مرور سنوات قليله، فمعظم اطراف هذه الوقائع والمواقف والاحداث موجوده على قيد الحياه. وبالتالي دي جرأة كبيرة جدا من صناع العمل يجي يطلع. لو ما كانوش واثقين من اللي بيتقال كان ممكن جدا يطلع حد يكذب ده، لكن ده بالأسماء وبالشخصيات وبالتواريخ وبالوقائع وبالأماكن. يعني خلاص في أكتر من كده إيه عشان يعني صورة الإخوان تنكشف تماما قدام الناس، ومن كان في قلبه مرض يعني على الأقل يبحث عن دواء لهذا المرض ويخرج من هذه الشرنقة الضيقة من الأكاذيب اللي هم عاشوا فيها وعايشونا فيها وعايشوا ناس كتير فيها. بالتالي مسلسل الحقيقة يعني عمل لمسة أكتاف لجماعة الإخوان الحقيقة. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا أستاذ أشرف، كل الشكر لكاتبنا الكبير والناقد الفني الأستاذ أشرف غريب.